شيخ صالح، السلام عليكم. يسمعك. عليكم السلام. وعليكم السلام. شيخ صالح، ودي توجه نصيحة الله يغفر لك ولوالديك، لمن يقحم المرأة في العمل بين الرجال بظهارها في القنوات. طيب. ومن يسعى لمخالفة الشريعة مثل هذه الأمور خاصة في بلادنا، الله المستعان. شكرا لك. جزاك الله خير. يا أخي، المرأة تعمل عملها اللائق بها الذي لا يتنافع مع حشمتها ومع سترها ولا يخلطها مع الرجال، تعمل العمل المناسب لها مع الاحتشام. هكذا كانت نساء المسلمين تعمل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا يعملن محتشمات محتفظات بسترهن بعيدات عن الاختلاط. وأما ما يفعله بعض المستغربين الذين يريدون أن يحولوا مجتمعنا إلى عادات الغرب وتقاليد الغرب، فهؤلاء لا عبرة بهم ولا يعبأ بهم. نحن مسلمون ولله الحمد، لنا ديننا ولنا وقارنا وسمتنا، ولا نجلب عادات الغرب الخليعة والفاسدة وننشرها في بلادنا وعلى نسائنا. نعم.